صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي فينما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا ومن خلال برنامج المرأة بامتياز لالا مولاتي ومع فقرات متنوعة إن شاء الله كلها إفادة. اليوم من خلال شهوات لالا مولاتي فغادي تشارك معنا الشيف نعيمة أم عصام من أكادير موجدنا اقتراحات مميزة جدا وحصريا في البرنامج. غادي تقدم لنا شهوات متنوعة وكذلك حلويات مناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف. نتمنى أنكم تكونوا في الاستماع وتسجلوا كل الاقتراحات اللي غادي تشارك بهم الشيف نعيمة أم عصام من أكادير. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا على الفائزات في المسابقات اليومية واللي كيمنحكم الفوز بهدايا من ذهب كل شهر ومن خلال الفقرة اللي انضمت لنا واللي يوميا فيها كنتعرفوا على خدمة من خدمات الهاتف الذكي. وغادي نذكروا كذلك بقانون المسابقة باش تشاركوا وكل يوم خميس تكون عندكم فرصة كبيرة لأنكم تربحوا هاتف من الهواتف الذكية. غادي يحضر معنا كذلك من 11 ل 12 الدكتور عزيز السلامي طبيب اختصاصي في علاج وأمراض النساء والتوليد. اليوم غادي نتكلموا على الإجهاض التلقائي المتكرر عند النساء الحوامل. فمرحبا بكل تساؤلاتكم الطبية. إلى عندكم أي تساؤل تواصلوا معنا على 05 22 88 00 60 61 62. في كل تساؤلاتكم الطبية ابتداء من 11 حتى 12. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة لعد التحقوا بنا اللحظة في البرنامج. وغادي يمشيو مباشرة عند الشيف نعيمة أم عصام من أكادير في شهوات لالا مولاتي. صباح الخير شيف نعيمة. صباح الورد والياسمين. الله يطول عمرك بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله دايرة على خير العائلة الحمد لله. الله يطول لي عمرك بارك الله فيك. لا سناء تحية لك والطاقم التقني كامل وسلامي حار لجميع المستمعين والمستمعات الأوفياء ديال البرنامج وسلامي العائلة العسري والبنياتي في المركز أيه. مركز باسكال تحية لهم كاملين كل وحدة بالاسم ديالها. الله يوفقهم إن شاء الله يا ربي أمين. تحية لكاع صحاباتي القائمة طويلة جدا الله يدومها محبة بيناتنا يا ربي يا ربي أمين. شكرا لك بزاف شيف نعيمة أم عصام وسعيدة جدا بتواصلي معك باستمرار الحمد لله والمزيد من الاقتراحات اللي كيفيدوا بها المستمعات. نبدو على بركة الله إن شاء الله لأنه كاين اقتراحات كثيرة ومادا بيا أنا ناخذوها كاملين ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها لا سناء غادي نشرح طريقه ديال صابلي من ازي ديال اييه الاسرار ديالو واخا اييه بعض الحيل باش غادي ينجح لهم صابلي من اول تجربه لان بزاف كما كيزعموش انهم يجربوا وكيتخوفوا لانه بعض المرات كيكون مشاكل كيتكمش لهم في الفران او لا كيتقلص الحجم يعني فعلا وصراحه ملي كيتمكنوا من العجينه ديال صابلي تبارك الله التزيين كيولي يجيهم ساهل وكيبدعوا فيه اييه من ا ا زد يعني من العجينه حتى الفران حتى الفينيسيون ان شاء الله. بالنسبه لاول حاجه غادي نعطي العجينه الخام ديال صابلي يعني صابلي دائما كنعرفوا بالنسبه للصابلي ملي كنسمعوا صابلي كنعرفوا كاين الدقيق والزبده والسكر. هنايا بالنسبه لينا حنايا دوزة ديالنا ديال المغربي كنضيفوا ليه اضافات. اول حاجه غادي نعطي العجينه الخام وديك الساعه كيخدموا العيالات كيف ما بغاو ومن بعد غادي نعطي الصابليات بمستينات ان شاء الله. عندنا هنايا بالنسبه للصابلي بالعجينه الصابلي عندنا 250 غرام زبده سواء المارغرين سواء ديال البواطا سواء ديال السبيسيال يعني الزبده ديال العبار. عندنا جوج صفار بيضات جوج ديال الاصفار البيض وجوج البيضات كاملين اييه 200 غرام ديال السكر كلاصي كاس ديال الزيت والدقيق الكافي. هذه هي العجينه الخام وغادي نعطي الاضافات يعني المنسمات. نقدروا نستعملوا اللوز مطحون بودره تقريبا كاس ديال اللوز مطحون بودره او لا كناخذوا اللوز كنحمروه في الفران وكنهنشوه هذه كاضافه ثانيه. الكوك يقدر يكون مطحون او لا عادي يعني الكوك محمر او لا عادي مطحون او لا صاين. عندنا اضافه باش كيجينا صابلي هشيش خصنا نزيدوا يا اما نشا يا اما حليب غبره هادو اللي كيخليو الصابلي ديالنا يجي هشيش بزاف. عندنا بالنسبه للجليكوز كنضيفو بعض المرات بعض الوصفات كنضيفو معلقه ديال الجليكوز كيجينا الهشيش و ماشي ديك الهشاشه اللي كيدوب في الفم ولكن هشيش وكيكون ما تكملك. المهم كيزيد واحد الاضافه مميزه بالنسبه للصابلي. عندنا اضافه واحده اخرى نقدروا نزيدو فلون كراميل او فلون فاني. اضافه واحده اخرى لا كريم بغولي حتى هو كيعطي واحد لوكو رائع بالنسبه للصابلي وكيعطي واحد اللون زوين. لا كريم بغولي بودره يعني كيتباع بودره او لا كريم باتيسير حتى هي بودره. هادو بالنسبه للاضافات. ومن بعد غادي نعطي بعض الملصقات يعني كنعجنوا العجينه ديالنا. اول حاجه العجينه كنخدموا الزبده مع السكر
مزيان حتى كيوليو بوماط. هذه اول حاجه بالنسبه للطابلي، يعني كنخدموه مزيان عاد كنزيدو الزيت. الا عندنا الزيت كنزيدو الزيت عاد البيض، ما كنزيدوش البيض عاد الزيت، يعني كحيله يعني كنزيدو الزيت عاد كنزيدو بيضه مورا بيضه دائما، وكنخلطوا الخليط دائما بالاطراف ديال الاصابع من بعد ما كنزيدو الدقيق. هنا في الاول كندلكو مزيان حتى كيولي عندنا بوماد، ملي كنضيفو الدقيق يعني كنحبسو كنبقاو نجلعو غير بالاطراف ديال الاصابع. ثاني حاجه ضروري صافي يكون عندنا مرتاح في الثلاجه على الاقل ساعه في الثلاجه، يعني باش كيعطينا الطوع وكنخدموه كيف ما بغينا. هذه ثاني ملاحظه بالنسبه للصابلي. دائما يعني نقدروا نديروا اي حاجه، ولكن التلصيقه هي اللي كتعطينا لو بو مجهد في الصابلي. مفهوم؟ بالنسبه للتلصيقه كل وحده وكيفاش كتلصق. احنا يا زمان كنا كنديروا الكونفيتور والماء والسكر، هذا اللي كان معروف عندنا. يعني كديري كنز الكونفيتور مع كنز الماء مع كنز السكر فوق البوطه حتى كيولي بحال كيولي معلق وكتلصقي به. ثاني حاجه كتلصقي بالشكلاط. عندنا هنايا التلصيقات مختلفين، يعني على حساب لي زاغوم دابا اللي كاينين، يعني النكهات مختلفين. يقدر نديرو غير الناباج والجليكوز يعني بقياس متساوي، وكنزيدو اي روح بغينا اي نكهه. وهنايا يعني نقدروا نديرو العسل كيدفى، واحد كاس ديال العسل تقريبا، وكنزيدو ليه الشكلاط الابيض اولا الكحل تقريبا واحد 10 طريفات ديال مرصوات ديال هذوك الصغار. كنضيفو 10 ديال الشكلاطات مربعين سواء بيضين سواء كحلين. وهنايا يعني الا درنا البيض كنقدروا نستعملوا اي روح، يعني سواء روح المطار روح الكراميل. تبارك الله النسمات والمنكهات كثار، يعني نخدموا كيف ما بغينا. هنايا يعني نقدروا نخدموا حتى بالكونفيتور والجليكوز. كيف ما نقدروا نديروا الجليكوز مع الناباج مع واحد معلقه ديال النشا باش كيجينا باش كتجينا التلصيقه يعني قابضه في راسها. هذه كنديروها حتى هي وكنزيدو ليها الكراميل. وكيف ما نقدروا نديروا الحليب المركز المحلى، هنايا يعني كنديروه تو سامبلومون بوحدو اولا كنغليوه وكنزيدو فيه طريفات ديال الشكلاط الكحل. هذه كتلصقه وحده اخرى. وغادي نعطي اليوم ان شاء الله جوج صابليات يعني بتلصقين بتلصقات مختلفه وبنكهات مختلفه. اول حاجه غادي نعطي صابلي بالكوك اللي هو كيجي رائع جدا من بين الكروكون ديال الكوك كيبان مزيان. هنا 125 غرام ديال الزبده غادي ناخذها نديرها في الكونجيلاتور حتى كتقصح، وكنحكها في الحكاكه الغليظه حتى كتكون على شكل خيوط. يعني عندنا الزبده 125 غرام تكون زبده كونجلي محكوكه. النكهه ديال الكوك محمر يعني صايم، من الاحسن داك الكوك اللي كيكون مفرفش يعني كيكون غليظ شويه ماشي هذاك الرقيق اللي يدم. هنا عندي كاس سنيده، نص كاس ديال الزيت، بيضه كامله، وقبطه ديال الملحه، والدقيق حسب الخليط. هنا بالنسبه للمقادير 125 غرام الزبده، كاس ديال الكوك محمر، كاس سنيده، نص كاس ديال الزيت، وبيضه، وقبطه ديال الملحه، والدقيق حسب الخليط. هنا غادي ناخذ الزبده غادي نحركوها غير بالاطراف الاصابع، هنا العكس ديال صابلي اللي بغينا يجي يجي، هذا بغينا يجي كروكون شويه. غادي نديرو سنيده دائما صابلي فاش كنبغي يجي يجي كنديرو السكر كلاصي، ملي كنبغي يجي كروكو راه كنديرو سنيده. هنا كنخدمو 125 غرام ديال الزبده اها كاس سنيده، يعني كنخدمو باطراف الاصابع. ديك الزبده غرضنا انها تجينا بحال الا ورقنا صابلي. بعض المرات ملي كناخدو شي صابلي شي بلاصه كنلقاو بحال الا مورق، هو راه ما مورق ما والو، هاد الزبده اللي كتخليه بحال فيل فيوتاج. مفهومه لا سنة؟ يعني كنديرو الزبده محكوكه كنخلطوها مع سنيده غير بالاطراف الاصابع، وكنزيدو داك الزيت داك نص كاس الزيت اللي عندنا دائما الزيت قبل البيض، وكنزيدو ديك البيضه، ومن بعد كنزيدو الكوك محمر يعني كاس ديال الكوك محمر، وكنخلطو الدقيق هي ومهزه تقريبا غير شويه دقيق كنخلطو وكنحطوها في الثلاجه حتى تبرد. يعني غادي نسرحو بين دائما بين جوج ورقات سلتوري من الاحسن اها، وما كنستعملوش الدقيق نهائيا لان الدقيق ما كيخليش لينا صابلي اولا باش ياخذ لينا اللون اللي بغيناه في الفران، وثانيا كيجي المنظر ديالو خايب بلا فيه الدقيق، واخا كنمشي يعني ما كنستعملوش الدقيق نهائيا في السرح. كنسرحو بوب بين جوج بلاستيكات اولا من الورق السلفوريدي. هنايا كنخدمو يعني بالطابع اللي بغينا وكندخلوه الفران، من الاحسن يكون رقيق لان غادي نستعمل واحد التلصيقه واحد التلصيقه باش كنلصق. اها عندي هنايا غادي ناخد واحد الكاس ديال سنيده غادي نديرو بحال اللي غادي نوجد كراميل سيك، يعني غادي ندير على دفوعات مع معلقه ديال الماء. اول حاجه غادي ناخد كاسرونه ندير فيها معلقه ديال الماء، وغادي ندير واحد ثلث الكاس ديال سنيده
باش يولي لينا كراميل. يبدا الكشكش وغادي نزيد عليه الدفعه الثانيه، الله يبدا عاوتاني يولي كراميل ونزيد عليه الدفعه الثالثه. هذه الطريقه كتخلي الكراميل ديالنا يكون مزيان دائما على عافيه مهيره، يعني ما كيتحرق ما كيكون فيه حتى بخيط، يعني كيكون الوجود ديال الكراميل فري. يعني الطريقه يعني كنوجدوا الكراميل ديالنا، ومن بعد كناخذوا الخلاط الكهربائي كنديروا فيه كاس ديال الحليب غبره، كاس ديال الماء دافي، وكاس ديال السكر. بحال غادي نوجدوا الحليب المركز المحلى، يعني كنديروا في الخلاط الكهربائي كاس ديال الحليب المجفف وكاس ديال الماء دافي وكاس ديال السكر، يعني كاس كاس كاس. غادي نخلطهم مزيان في الخلاط وغادي نخويه مباشرة فوق من داك الكراميل وهو فوق البوطة وانا كنحرك إيه؟ وغادي نزيد طريف ديال الزبدة، تقريبا معلقة صغيرة الزبدة وانا كنحرك. في الأول غادي يبان لي الكراميل بحال إلا خسر، غادي نستمر في التحراك حتى كيذوب لي داك السكر، يعني كيتحجر داك الكراميل كامل في الكاسرونة كيتحجر، ومن بعد كيبقى يذوب شوية بشوية وانا كنحرك وانا كنستمر في التحراك حتى كنحس بالخليط بدا كيتقال. صافي ملي كنحس بالخليط داك السكر كامل ذاب وبدا الخليط كيتقال، يعني كيولي عندي كراميل، كنحيدو من فوق البوطة كنزيد ليه كاس ديال الكوك محمر. يعني دائما الكوك كناخدوه كنحمروه في المقلة اللي ما كتلصقش، يعني دائما مع التحراك حتى كيولي عندنا ذهبي. صافي كنزيدوه فوق من هاد الكريمة، يعني فوق من هاد الكراميل، وهنايا كنخلطوه مزيان وكنلصقو بيه صابلي، كيجي رائع جدا بالمذاق ديال الكوك محمر. ومن بعد كندهنوا واحد لاكوش صغيره، ومن بعد كنديروا الفينيسيون اللي بغينا. حنا دابا حتى كتوجدي صابلي ديالك وكتحطي عاد كيبانوا لك افكار هادشي اللي كاين. ومع تبارك الله الجديد اللي تيكون عند بائعين هادشي الحلويات، بصراحه كل مره يعني كتكون كيكون جديد صراحه، ملي كتحطي داكشي كامل قدامك عاد يلا كيهبط عليك الابداع. وهذا صح فعلا هادشي اللي كاين. ان شاء الله غادي نمشيو للصابلي حتى هو باللوز المهرمش، يعني غادي ناخذوا 125 غرام زبده عاديه، غادي نزيدو ليها كاس ديال السكر كلاصي حتى كيولي بوماد، نضيفو نص كاس ديال الزيت، هنايا غادي نزيد واحد معلقة ديال الحليب بودرة، وغادي نزيدو بيضة، عندنا 100 غرام ديال اللوز مهرمش في الفران، يعني محمر في الفران ومهرمش، يعني كناخدو اللوز غير كنمسحو كندخلوه بقشرتو الفران، وكنهرمشوه مزيان حتى كيولي مهرمش، وكنزيدو على الخليط مع واحد الفاني. وقبصة الملح دائما، والدقيق حسب الخليط، يعني كنجمعوا الطحين الكافي، كنجمعوا العجينه ديالنا كيف العاده، كنحطوها في الثلاجه حتى كتبرد. هنا غادي نلقاو الطابلي ديالنا هشيش وفيه شويه الكروكون ديال اللوز مهرمش. هنا غادي نقطعوا بالقطع اللي بغينا كيف العاده، وغادي ندخلوا الفران. ضروري الفران دائما لسنا يكون على عافيه مهيله، من الاسباب اللي كتخلي لنا الطابلي كيتحمر في الجناب والداخل كيكون باقي يعني ما كيتوحدش فيه اللون، هو هذا الفران كيكون جاد او لا، يعني الفران خصو يكون شمعة من تحت والفوق، وكنحطو اللاطة ديالنا الوسط حتى كيذهب لينا وكياخد لينا اللون على اساس كل وحدة وكيفاش كتبغي الطابلي ديالها يكون. واخا فعلا كيكون غير ذاك البيج، كاينة اللي كتبغي يكون محمر شوية ذهبي، يعني على حسب اللون. هذا الفران فاش كنتحكمو فيه هو كنقصو ليه العافية من الفوق والتحت. من بعد غادي نوجدو واحد التلصيقة، يعني بلا كرناش وبخاليني، هاد التلصيقه حتى هي كتجي رائعه بالنسبه لاي طابلي بغينا نخدمو به، يعني كنخدمو بهاد التلصيقه. عندنا واحد 100 غرام ديال لاكخان فريش كيما كان، يعني سوا حلوة سوا النطخ، كنديروها فوق من البوطة حتى تغلى ثلاثة الغليات، بحال غنوجدو لا كرناش العادية كتغلى وكنحيدوها، وكتغلى ونحيدوها يعني ثلاثة المرات، وكنزيدو عليها واحد 150 غرام ديال الشوكولاط الأبيض، الأحسن إذا كان ممتاز، إذا ما كانش كنستعملو غير العادي، كنخلطو مزيان، يعني داك الشكلاط كيدوب لينا بديك الحرارة ديال الكريمة، وكنزيدو واحد 100 غرام ديال البخاليني باللوز. هادي حتى هي كتكون عندنا تلصيقة معتمدة في جميع الصابليات، يعني واخا يكون عندنا صابلي غير بالمارغارين، ملي كنضيفو هاد التلصيقة يعني كيجي واحد اللوزو رائع جدا. هنايا صافي من بعد كنزينو كيف ما بغينا، يعني على حسب الاختيار اللي صنع. وغادي نمشيو ندوزو لواحد الغريبة إن شاء الله بكريمة الحامض.
قبل ما تعطي الغريبه كنشكرك بزاف لانه تبارك الله عليك، يعني عطيتينا درس للتعلم، عجينه ديال الصابلي بكل التفاصيل ديالو، ونتمنى ان المستمعات كلهم يكونوا كيسمعوا لينا ويسجلوا هاد النقط اللي هي مهمه جدا. وفي نفس الوقت راه ان شاء الله الحلقه ديال الشيف نعيمه ام عصام عقلو غير على التاريخ اللي دازت فيه، وتلقاو في يعني في الموقع ديال لا بلوس بوان ام ا، يعني في قناه يوتيوب، باش يكون عندكم فرصه انكم ترجعوا في كل مناسبه في اي وقيته بغيتوا تصايبوا العجين ديال الصابلي، ترجعوا للتفاصيل ديالو والاسرار ديالو باش يصدق لكم يعني من المره الاولى. وحتى انه ماذا بينا انه حتى للسيدات اللي بغاو انهم يتعلموا صابلي ماشي غير مثلا يصايبوا للدار، وانما يخدموا به يسترزقوا منه، اكيد على انه هالتفاصيل راه غدير فرق كبير ويتمكنوا من هذه الحرفه اللي بغاو ان شاء الله يمشيوا فيها. شكرا لك بزاف الشيف نعيمه. الحمد لله على انا هذا هو المضمون فيكم، كتوصلوا المعلومه لجميع السيدات، والحمد لله العيالات في ديورهم كيخدموا كيترزقوا على ولادهم. الحمد لله، الله يسخر الجميع، الله يسخر الجميع يا رب. يا رب يا امين. على انا غادي نمشيو ان شاء الله الحلويات دوازاتي عندنا. أيه؟ بالنسبه للغريبه بكريمه الحامض، واحد الغريبه ملوزه، يعني عندنا فيها نص كيلو ديال العقده ديال اللوز، كنوجدوا واحد نص كيلو ديال اللوز كنخلطوه مع 125 غرام ديال السكر، بحال غادي نوجدوا العقده ديال الكعبه. يعني كناخذوا اللوز كنسلقوه كنفخوه كنخليه حتى ينشف، كنطحنوه الطحنه الاولى بوحدو، الطحنه الثانيه مع السكر حتى كيتعلق ويولي لينا عقده. غادي ناخذوه وغادي نزيدوا ليه نص خماره، جوج صفار د البيض، قشور حامضه محكوكه، لان هنا غادي نستعمل الكريمه د الحامض، يعني قشور حامضه محكوكه، شويه د الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده يعني هذه 50 غرام، وهنا واحد لاسيس حتى هو واحد نص معلقه ديال الجليكوز. دائما في اي معلقه يعني اي غريبه معلقه كنزيدوا ديك نص معلقه ديال الجليكوز باش كتجينا معلقه ومزيانه. وهنايا غادي نحتاجوا اللوزي فيلي وبياض البيض، هنا يعني نقدروا نديروا اللوزه ديالنا عادي بهذه المقادير ونكوروها، يعني تقريبا كويرات على حسب الغريبه العاديه 17 حتى 18 غرام، يعني كل سيده والحجم ديال الغريبه اللي كيعجبها. هنايا يعني كندخلوا يعني كنديروها في البياض البيض وكندوزوها في اللوزي فيلي. هنايا يعني واحد الطريقه واحده اخرى جديده باش كتجينا معلقه، وفيها ملي كتعدي كتلقاي الكريمه ديال الحامض لداخل. هنايا يعني كنوجدوا الكريمه ديال الحامض بكاس ديال عصير الحامض، نص كاس ديال السكر، معلقه كبيره ديال النشا، واحد اصفر بيضه، ومعلقه صغيره الزبده. يعني كنوجدوا هذه الكميه كتجينا تقريبا نفس هذا ديال الحشو، يعني كتجينا قد مع الحشو، يعني يكفينا كاس ديال عصير الحامض. مثلا كنعصروا ثلاثه د الحامضات، ما كملش لينا كاس العنبه كنزيدوا الماء ماشي مشكل، وكنديروا في كاسرونه كنزيدوا عليه نص كاس ديال السكر، معلقه كبيره ديال النشا، واصفر بيضه، وفي الاخر كنزيدوا معلقه زبده. يعني كنديروا الخليط في الكاسرونه حتى يبدا يعقد، يعني ديك النشا كتعقد لينا الكريمه، كنحيدوها من فوق البوطه، كنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ودائما كنحركوا، نخليو الكريمه ديالنا تبرد دائما مع التحرك، ما كنخليوهاش حتى كتكون هذا، كنحركوها مره مره بما وجدنا هذا، بما وجدنا الخليط ديال الغريبه. كناخذوا تقريبا واحد الكره ديال 17 غرام حتى 18 غرام، كنسرحوها في يدينا، يعني بعد ما كتهبط لينا العجينه شي شويه، من الاحسن اننا كنحطوها في الثلاجه تروبوزا واحد ربع ساعه. عاد كناخذوا العجينه ديال الغريبه كنسرحوها في يدينا شويه، وكنديروا واحد راس معلقه ديال الكريمه ديال الحامض في الوسط، ومن بعد كنجمعوها بحال ملي كنعمروا الحرشه، وكنجمعوها حتى كتولي عندنا كره، كندوزوها في بياض البيض وكنمدوها كامله في اللوزي فيلي، كنبسطوها شي شويه في اللاطه، وكندخلوها طيب في الفران على عافيه، دائما تكون مهيله من تحت للفوق. من 10 دقائق غير كيبان لينا داك اللوز ذهب لينا، صافي بان كيذهب، كنخرجوها وكنخليوها حتى تبرد، عاد كنشيتوها يعني كندوز عليها الناطاج مزيان، وكندهنوها بالناطاج مزيان، وكنخليوها تبرد. هاد المعلقه كتجي رائعه جدا بالنسبه اللي كيعجبو المذاق الحامض فعلا. هي نغيروا شويه في المذاقات، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. لا سنة غادي نمشيو للفقاط بالكاوكاو والشوكولاته، يعني فقاط بارد. عندنا بالنسبه للفقاط البارد عندنا واحد نص كيلو ديال الكاوكاو يكون بلدي، هذاك الحمر الصغير كناخذوه كنديروه في اللاطه وندخلوه للفران على عافيه مهيله حتى كيتحمر مزيان، كنقشروه وكنطحنوه حتى كيولي بودره. غادي نديروه في واحد لاباسين، غادي نزيدو عليه 150 غرام ديال الفواكه المعسله، يعني هنايا الفواكه المعسله نقدروا نديروا هذوك ديال البواطه اللي كيتباعوا، كيف ما نقدروا نديروا مشماش، زبيب، اي حاجه بغينا، يعني من الفواكه المجففه كنعسلهم اولا كنحطوهم مباشره. هنايا درنا غير الفواكه المعسله
اللي كيكونوا في الخضر والحمر، وعندنا 100 غرام ديال البخاليني ديال اللوز، هذا كيكون اختياري بغيناه كنديرو، ولكن كيزيد واحد لوبو زوين بالنسبه للفقاس. وغادي ناخذوا واحد 250 غرام ديال البسكوي الطحون، ما يعادل ثلاثه ديال الباكيات ديال البسكوي ديال 2 دراهم. يعني الباكيه الكبيره العاديه ماشي الصغير. الصغير لا، اللي فيه الخضر والحمر أو اللي فيه النكهه ديال الكوكي اللي بغينا، حتى داك اللي كنا دائما كنقولوا الباكيه ديال البسكوي دابا ولا واحد بدرهم، يعني داك الصغير داكشي علاش؟ يعني غير عادي الصغير ندوبلو المقادير نديرو هذاك الكبير، يعني الكبير درتي ثلاثه ديال الباكيات ديال البسكوي. راه كيدير 2 دراهم ثلاثه ديال الباكيات، كنطحنوهم مزيان كيعطونا تقريبا ديك 280 غرام، ماشي مشكل غنخدموا بها كامله. وغادي ندوبو الشكلاط الابيض، يعني الشكلاط الابيض كندوبو وكنزيدوه تقريبا غادي تعطينا حتى لديك نص كيلو ديال الشكلاط الابيض كيف ما كان، يعني السكر الشوكولاتي او هذاك الممتاز كيف ما كان الشكلاط الابيض. المهم عندنا في المقادير نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون، 150 غرام ديال الفواكه المعتله او لا ما يعادل جوج بواطات من الاحسن الا كانوا، باش كيبان لينا فيهم اللوينات ملي كنقطعوا الفقاس كيبانوا اللوينات كثار. عندنا الشكلاط الابيض تقريبا واحد 500 غرام الشكلاط الابيض، 100 غرام ديال البخاليني ديال اللوز كيكون اختياري، وعندنا 250 غرام ديال البسكوي مطحون. هادشي كامل كنخلطوه بداك الشكلاط اللي ذوبناه في الباماغي، كنخلطوه مزيان حتى كنتحكموا فيه، يعني حتى كنشكلوه كيف ما بغينا. هنا بغينا نشكلوه بحال الاهرامات وكنديروا واحد البلاطو كنسرحوا كنصفوا فيه السلفوريدي وكنديروا فيه هاد الاهرامات او لا على شكل بحال الكاشير باش كيجينا الفقاس ملي كنقطعوه مدور، او لا نقدروا نديروا على شكل كاري، هنا على حسب الاختيار. نقدروا نديروا كيف ما قلنا دائري او لا على شكل مثلث او لا على شكل مربع، وكنحطوه في الكونجيلاتور حتى كيبرد مزيان. هنايا بغينا ندهنوه بالشوكولات كامل باش كيكون اونغوبي بالشوكولات، راه كندهنوه بالشوكولات الابيض او لا كنخليه كامل هكا كيجي مزيان. ومثلا ملي كيتكونجلا في الكونجيلاتور كنهزوه وكنقطعوه، يعني على حساب واحد سنتيم هكا وكنقطعوه، المهم على حسب الغلظ او لا اللي يجينا غليظ هو هذاك، وين يجينا رقيق راه كنقطعوه رقيق. وبالصحه والراحه لا سنه، هذا الفقاس كيجي رائع جدا، ويعني ساهل وما فيه لا طياب لا حتى حاجه، الله يعطيك الصحه. الكونجيلاتور كنهبطوه كنقطعوه وكنقدموه. الله يعطيك الصحه الشيف نعيمه، للاسف غير ما بقاش لنا الوقت والله الا بقى فيا الحال، لانه كاين بزاف ديال الاقتراحات، ربما ان شاء الله الاسبوع المقبل تلقاي شي وقيته، ويعني على حسب يعني العمل ديالك، ونسقوا مع بعضياتنا. الله يعطيك الصحه، سبقنا بعد الحلويات ديال ذكرى المولد النبوي الشريف. الله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف، تبارك الله عليك وصباحك مبروك. وشكرا لك بزاف شيف نعيمه ام عصام من اكادير على كل الحلويات اللي قدمتي لنا، واللي اكيد المستمعات ان شاء الله غادي يرجعوا ليهم ويستافدوا منهم ويجربوهم بالصحه والراحه. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره باش نتعرفوا على شكون الفائزه المحظوظه معنا للفوز من خلال المسابقه اليوميه. اذا تفضلي سكينه، نبداو بالاقتراح الاول، نبداو بمقبل هاد الشلاضه بلسان الطير. الو فتفضلي نبداو بشلاضه ديال سانتير كمقبل، تفضلي. غناخذ واحد المهم رابعه ولا نص كيلو ديال سانتير. غادي تحيدي من حدا التليفون الا سمحتي، حداك شي تليفون كيفي. ايوا ولا اي يلا وشويه وكان واش انت قريبه لشي تلفازه ولا راديو ولا مازال كاين مشكل يمكن في التليفون ديالك، واخا غادي نحاولوا. يلا رفعي الصوت ديالك غير شويه لانه باش نغلبوا على هذا الصوت. المهم غادي نعطيكم واحد شلاضه بالسانتير بدانتي. اييه غادي ناخذوا نص كيلو ديال السانتير، حيت انا درتها في اطار كبير. نص كيلو ديال السانتير كنسلقوا بشويه الملحه وشويه البزار وكن يتسلق يبقى شويه مفروض ما يجيش معجن. اييه صافي ملي كنسلقوا كنخليوه بشويه ديال الماء ونخليوه على جنب. كناخذ الكبادي ديال الدجاج ولا تدر، انا كندير تدر ديال الدجاج وشويه الكبادي. اييه كنديروا مع شويه الزيت، زيت البلديه والروميه. درت دانتي، درت الكزبره معدنوس، درت الثومه العطريه، درت شويه الخرقوم عرق والبزار والملحه صافي، وشحرت كلشي حتى ولا عندي بحال شي صوص هكا فاش الشرميله صافي، وضفت لي هذاك السانتير اللي صفيت صافي وفريتيتها، يعني غير صوتيتها شويه داك السانتير بحال يدف ديك اييه صافي وقدها.
انت كتقدمها هكا زوينه مرا تقبل فعلا يعني والصراحه يعني فعلا يعني كتجي زوينه بصح تجي فين من الروز هي تجي كمقبل كشلاضه وتجي حتى عشيوه خفيفه الله يعطيك الصحه فعلا سانطير صراحه درتك وجبات الغداء مع وليدك اي لا تبارك الله عليك بصحتكم بارك الله فيك نمشيو للاقتراح الثاني اللي هو المملح نفس العجين السحري اللي كنتقدم غادي ديك المملح واخا تعطينا المقادير ديال العجين العجين فيها نص كيلو ديال الفورز اييه معلقة سكر سنيدة معلقة خميرة الفورية حبيبات خمارة إيديان إيه وشوية الملحة وكنديرو يوغور طبيعي أو كاس اللبن إيه كاس صغير ديال اللبن ولا نص كاس العنبة تاع اللبن كنجمعو هادشي بالمدافئ إيه كنخليو العجينة في الأول ترتاح ملي كترتاح كنعاود ورقتها قسمتها على جوج درتها في داك المول ديال الطارت اللي كيتحط إيه قسمتها على جوج سرحتها ودرت الحشوه اللي فيها دانتي درت صدر دجاج واحد جوج بلاصات كبار باش كيعاونوا على الحشوه شويه تجي بصح في عمرها كبار ودرت قزبره معدنوس الزيت البلديه والروميه دانتي اللي ذكرتها ودرت العطريه العرق وسكينجبير والبزار وشويه الملحة وكندير واحد شويه الهريسه كتعطي واحد المذاق زوين هكا في شويه الهريسه صافي وخديت ديك العجينه اللي قسمتها على جوج غادي نسرحها دهنت المول غير بالزيت سرحت العجينه وطلعتها مع الجناب ديال داك الاطار ديال الكارت خديت الحشويه تكون بارده ضروري كنت انا هي تتبرد فعلا تكون بارده وكتكون واقفه ما يكونش باقي كتكون ناشفه درتها في ديك فوق من ديك العجين اللي سرحته وهبطه مع الجناب عاودت خديت نفس ديك العجين اللي بقات الثانيه سرحتها وكتبيها وملي درت العجينه الثانيه كانت هي اكبر من المول شويه فين كتبرد فيها بيدك كتكون مجنب يعني كتسد ما كتحتاجش انك تفرطيها ولا صافي غير كنهبطها شويه مع الموتى كنقادها وشديت قطعه ديال الحوتات قطعت ديك العجينه اللي شاطت ليا درتها من الحواف وشديت واحد القطعه نيت هي على شكل حوته كبيره درتها في الخليط ديال صفر بيضه مع شويه صوص سوجا واحد قطرات ديال الحليب او اللبن اييه وبديت كنشد هذوك الحوتات كنخشيهم في ذاك ديال البيض بحال كنغمسهم من جهه وحده وكنحطهم في خشخاش فاضي اييه تدهن في الخليط الفطيره تقبضها بواحد العود ديال السمان باش ما تتفورماش في الفياض كيف كتخمر صافي عاد حطيت ذوك الحوتات وصحوا الراحه تقريبا كل اللي خدام في بغا كتجي زوينه العجينه السحريه اييه فعلا العجبات للسيدات الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سكينه مرحبا بارك الله شكرا لك بزاف وربحتي معنا منتوجات متنوعه مهدات من دامتي وايديال باش تزيدي تبيني الحداقه ديالك بهم وشاركي في المسابقه الكبرى باش تكون مناصبك ان شاء الله منضمه ديال الذهب في نهايه هذا الشهر فكنتمناو حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر وبحضور الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد اهلا بك دكتور سيدة سناء شكرا على الاستضافة الله يبارك فيك اليوم موضوعنا الطبي غادي يكون حول الإجهاض التلقائي المتكرر وكنعرفوا لأنه كل سيدة يعني كتزوج لتكوين أسرة لإنجاب أطفال لكن كاين بعض السيدات اللي كيحملوا ولكن ما كيتبتش لهم الجنين ما كيتبتش لهم الحمل وكيسقط حتى أنه حالات كيصبح عندهم هذاك الإجهاض التلقائي المتكرر 3-4 ديال المرات فهو موضوعنا اليوم نبغيو نعرفوا أولا شنو كنقصدوا بالإجهاض التلقائي المتكرر بسم الله الرحمن الرحيم الإجهاض التلقائي المتكرر هو ملي كيكون وقع أكثر من إجهاض واحد لأن واحد مازال ما كاينش تكرر عادة ملي كيكون إجهاض واحد كنسميوه حنايا إجهاض تلقائي حدث يعني أكسيدون سي اون فوسكوش أكسيدونتيل هذيك عادة ما 10% ديال النساء ديال الحمل كيتم عنده إجهاض تلقائي 10% هاد النسبة هادي كتزاد مع السن ديال المرأة يعني كتوصل ل 50% في سن 45 سنة هذا بالنسبة للإجهاض التلقائي اللي ماشي لابد كيتكرر عندنا الحالات اللي المرأة كيوقع لها إجهاض وكيعاود يوقع لها إجهاض وكيعاود يوقع لها إجهاض يعني الإجهاد كتحمل إجهاد كنسميو الإجهاض التلقائي المتكرر هذا كيقدر يكون عنده أسباب ملي كنديرو حنا الكشوفات ديالنا كنلقاو الأسباب في 50% ديال الحالات الناس بالحالات ما كنوجدو حتى شي سبب دكتور الإجهاض التلقائي المتكرر من 3 ديال الإجهاض فما فوق ولا إلى غير ابتداء هو على حسب التعريف ديال الإجهاض التلقائي المتكرر على حسب الجمعية الفرنسية لأمراض النساء والتوليد كيحدوه في 3 فما فوق 3 حسب الجمعية الأوروبية كيحدوه في 2
او ثلاثه او ما فوق، يعني ابتداء من جوج ديال الاجهاضات كيقدروا يبداو يديروا الكشوفات. باش الان حنا بدينا كنديروا الكشوفات عند النساء بعد اجهاضين، لانه كاين الاشكاليه ديال السن المتقدم عند كثير ديال النساء، انه الزواج ما بقاش مبكر ولا كيتم الزواج من بعد 28 30 سنه. فالمراه الا بقيتي كتسنى حتى دير ثلاثه ديال المرات الاجهاض، اي مقدر ديرها فرص اذا كانت اسباب اللي تقدر تعالج باش بعد مرتين. فالان حاليا بدينا بعد جوج ديال الاجهاضات كنوضوا وكنقوموا بالكشوفات الضروريه للبحث عن هذا الاجهاض التلقائي المتكرر. كيصيب تقريبا 1-2% من النساء، هذه النسبه ديالو تقريبا. واخا قبل نمشيو للكشوفات والفحوصات اللي كطلبوها نتوما كاطباء، بالنسبه للاسباب واش كاين شي اسباب واضحه اللي كتعطي هذه الاجهاضات التلقائيه المتكرره عند المراه الحامل؟ واش كاين شي امراض اللي كتقدر تسبب حتى هي عندها نصيب على انه تعطي اجهاض لهذه السيده؟ هذاك الشيء اللي كنحاولوا نقلبوا عليه بالكشوفات والتحاليل اللي كنبداو نجريوها عند النساء اللي كيوقع عندهم جوج او ثلاثه ديال الاجهاض المتكرر التلقائي. باش نعرفوا الاجهاض التلقائي المتكرر هو اللي كيوقع في 3 شهور الاولى. المراه اللي كتوقع لها مثلا ولاده مبكره في الشهر السابع، هذيك راه ولاده ماشي اجهاض. وكاين الاجهاض المتاخر هو اللي كيوقع في الرابع والخامس والسادس، عنده اسباب اخرى. لانه كنسمعوا لانه مثلا المراه راه طاح ليها البيبي مثلا في الشهر السادس السابع، وانما هذيك راه ولاده مبكره ماشي السابع، راه ولاده مبكره. واش 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 وقعت وفاه ديال الجنين عاد وقعت ولاده، ولا وقع تشنجات الرحم يعني الوجع وتحل فم الرحم وقعت ولاده مبكره، هذيك اسباب اخرى ما عندها علاقه بالاجهاض التلقائي المتكرر اللي كيوقع في 3 شهور الاوليه، الا واحد الحاله ديال عنق الرحم اللي كيكون خرقيا عند بعض النساء واسع، كنسميو لا بيون سيرفيكو ازميك، اللي كتقدر تؤدي الى ما تعالجتش بالعلاج اللي كنديروا لها. كيقدر تؤدي في الشهر الرابع الاجهاض، كنسميوه حنا متاخر، لانه الاجهاض التلقائي كيكون في 3 شهور الاولى. اذا دكتور بالكشوفات قلتي والفحوصات كتعرفوا الاسباب في النص ديال الحالات، 50% ديال الحالات كنقدروا نتوصلوا لمعرفه الاسباب. فملي كنعملوا الكشوفات ماشي دائما كنصيبوا السبب، يعني 50% ديال الحالات ما كنعرفوش شنو هو السبب علاش كيوقع داك الاجهاض التلقائي المتكرر. فالكشوفات هي كتبين لنا الاسباب اللي كتقدر تكون اما تكوينيه يعني او مرضيه يعني اناتوميك، يعني في الرحم يكون اما تشوه خلقي، المراه زادت عندها واحد الرحم ماشي عادي، ان فيه جدار في الوسط يعني كلوازون، ولا في ذو القرنين يعني ليتوريس بيكورن، ولا كيكون عندها تكون لها ورم ليفي او 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 بوليب يعني لحيمه، او كذلك في بعض الحالات كتوقع التصاقات في جوف الرحم جراء عمليه ولا اجهاض. فهذه الحالات اللي هي كنسميوها حنايا ديال الرحم، يعني ما هيش وظيفيه ولا فيزيولوجيه، هي ديال يعني اناتوميك ديال تكوين الرحم، يعني كيوقع تغيير اما خلقي واما بامراض اللي كتصاب بها المراه في الحياه ديالها. كذلك كاين اسباب اللي هي كتكون عندها علاقه بهرمونات، كاين الغده الدرقيه عندها دور، كاين هرمون الحليب لا برولاكتين يقدر يكون عندها دور، كاين داء السكري في بعض الحالات، كاين كذلك كاين واحد المرض ديال تجلط الدم يعني سيندروم دي زونتي فوسفوليبيد، كيوقع الدم كيكون مخطر، فكيوقع تسبب ديال الاجهاض المتكرر. هذه التحاليل كتبين، الكشوفات كتبين هذه الحالات. هذه كاين كذلك بعض الحالات يعني نقص في فيتامينات، فيتامين بي ناف وبي 12، كاين كذلك في بعض الحالات كيكون داك لوموسيستين واحد الحامض الاميني كيكون مرتفع، كذلك في بعض الحالات كيكون خزان المبيض نقص انسيفيزونس اوفاريان، يعني ملي كنديروا خزان المبيض كنصيبوها نقص يعني اللي كيؤدي ان الجوده ديال البويضه كتكون ناقصه
ولا نقصت الجودة ديال البويضة كيكون الاحتمال ديال وقوع الإجهاض تلقائي أكثر. كاين كذلك هذه بالنسبة للتحاليل اللي قلنا بالنسبة للنية عضوية وبالنسبة للتحاليل المسائل النية. كاين كذلك إذا سمحتي بالنسبة مثلا للحالة المرضية ديال أي سيدة مثلا اللي متبعة عند اختصاصي في أمراض النساء والتوليد واللي مصابة مثلا بداء السكري ولا تجلط الدم ولا مصابة مثلا بالغدة الدرقية الكواتر قبل ما تحمل، واش مع ديك استشارة طبية كتقدو تنبهوها على أنه بهذا المرض اللي مثلا كتعاني منه أو اللي كتعالج منه خاصة تأخذ بعض الاحتياطات التفادي للإجهاد ولا إلى بنت لنا في الإجهاد الأول شي سبب لين واضح ديال داك الاجهاض كننبهوا للسيده ونقوموا بعلاج اذا كان خاص علاج باش ما يوقعلهاش اجهاض متكرر. ولكن في غالب الاحيان في الاجهاض التلقائي الاولاني ما كيبانناش سبب وما كنبحثوش يعني بعمق ما كنتعمقوش يعني الى الكشف بين شي سبب راه غادي نعالجوه ما بين شي سبب كنبقاو حتى كي وقع لانه تصور انه كما قلنا هذا الاجهاض التلقائي المتكرر كيصيب 1-2% من النساء. الإجهاض التلقائي الحدث يعني اكسيدونتيل كيصيب 10% ديال النساء الحوامل. فنقوموا حنا بجميع الكشوفات عند 10% ديال النساء عاوت ما نقوموا بها عند 1-2% من النساء غتكون واحد 88% ديال الحالات قمنا 8% ديال الحالات قمنا لهم بكشوفات وبتحاليل بلا حتى شي فائده انه غادي يوقع عندهم حمل من بعد هذا الحمل الاولاني اللي وقع في إجهاض تلقائي وغادي يتطور بدون مشكل. ف داكشي علاش ما كنقوموش بالكشوفات والتحاليل بعد الإجهاض الاولي لانه غادي يعني تكون واحد النسبه كثيره ديال النساء اللي نقولوا عندهم كشوفات بلا حتى شي فائده. فملي كيتكرر عاد كنقوموا بالكشوفات لانه النسبه ما كتقيس غير كما قلنا 1-2% في النساء ماشي 10% ديال التلقائي الاول اللي كيكون حدث. تفضل الدكتور نكملوا بالنسبه للاسباب ديال الاجهاض. كذلك كاين حالات كيكون فيها بعض الامراض باطنيه بحال اللوبوس كتقدر حتى تكون كتسبب في الاجهاض المتكرر. فالكشوفات كنقوموا بالتحاليل اللي كتبين لنا واش كاين هاد المرض. كذلك كاين اسباب جينيه ولا ديال الصبغيات الكروموزوميك في هاد الحاله باش نكتشفوا هاد الحالات كنقوموا بالاجراء تحليل ديال الدم ديال الزوجين على الصبغيات ديالهم كاريوتيب. كاين كذلك بعض الحالات تعفنات كتكون طرات في الجوف الرحم وكتقدر تؤدي الاجهاض المتكرر فكنقوموا بتحاليل للكشف على الجرثومات. هذه بالنسبه للاسباب عموما. كاين الكشوفات بالنسبه اللي كيكون مشكل في الرحم كنقدروا الكشف بالصدى ليكوغرافي كتقدر تبين لنا الا كاين ورم ليفي او الا كاين لحيمه كتعالجوها كنعالجوها المشكل. بعض الحالات كنقوموا بالفحص ديال الجوف الرحم بالاشعه هو والقناه فالوب اللي كتسمى الهيستيروسالبانكوغرافي كيقولوا الصوره ديال الراديو دغرون هو كيبين جوف الرحم وكيبين كذلك قناتي الفالوب. هذا كيبين لنا كاين واحد الالتصاق في الجوف يبين لنا كذلك إذا كان واحد الجدار لاكروازون في وسط الرحم أو إذا كان الرحم ذو قرنين. ففي الحالات اللي كيبانوا لنا هاد المشاكل كنقوموا بالمنظار بكشف المنظار الرحمي الهستيروسكوبي اللي كتأكد لنا المشكل وكنقوموا بالعلاج في نفس العملية ديال المشكل. إذا كان جدار كنقوموا بالإزالة ديالو كان لحيمة أو ورم ليفي كنقولوا الإزالة ديالو وكذلك التصاقات إذا كانت كنقوموا بالإزالة ديالها وكتيسر الأمور من بعد. هذه يعني بالنسبة للكشوفات على إذا كان مشكل عضوي. إذا كان من الآن كشوفات على مشكل هو وظيفي أو فيزيولوجي هي اللي تحدثنا عليهم الأسباب. إذا كانت هرمونية كنقوموا بالتحليل ديال الغدد ديال الدرقية وديال الغدة الدرقية وديال حليب هرمون الحليب لابرولاكتين وكذلك الكشوفات على الاجسام المضاده ليزانتيكور ديال تجلط الدم فوسفوليبيد وكذلك ديال المرض الباطني قلنا الليبوس وكذلك تحاليل اخرى كشوفات على
النقص بالفيتامين بي 9 وبي 12 والهوموسيستين، هادو كشوفات عموما كتعمل في كما قلنا في هذه الحالات، هذه الحالات ديال الاجهاد المتكرر. كنقدروا كذلك نطلبوا خزان المبيض لايماش اللي الا كانت ناقصه كتقدر تعطينا تفسير ديال الحالات ديال الاجهاد، بعض الحالات ديال الاجهاد المتكرر. وبعد ذلك دكتور، يعني بالرغم من هذه الفحوصات والكشوفات اللازمه اللي كديروا يعني مع اي سيده اللي كتعاني من هذا الاجهاد التلقائي المتكرر، كيكونوا بعض الحالات استثنائيه اللي بالرغم من هذه الفحوصات ما كتلقاو حتى شي، يعني كما طرقت له في التعريف الاول قلت بانه اللي كنقوموا بالكشوفات يلا كنقدروا نوجدوا المشكل 50% ديال الحالات. 50% ديال الحالات ما كان ملي كنقوموا بالكشوفات كلها كيكون كلشي عادي، ما كنصيبوا حتى شي سبب اللي واضح اللي واضح. شو كيكون مثلا الجانب النفسي ولا يعني حتى هو كي ولا كاين الستريس كاين كيقدر يؤدي لان كنشوفوا الامور اللي هي عضويه اللي هي عضويه ما يعني احنا اللي كنوجدوا سبب كنعالجوه، ملي ما كيكونش سبب كنعطيو ادويه اللي كتساعد لتثبيت الحمل، وكنصحوا المراه بالراحه في ديك الشهور الاولى على ما كتمر داك المرحله ديال الاجهاضات اللي كانت السن الاجهاضات اللي كان عندها قبل، ملي كتفوت فوق داك المرحله كنقولوا راه الى يسر ربي راه يمشي الحمل حتى الاخير. فالعلاجات هي على حسب الاسباب اللي هي واضحه كنعالجوها، كاين اسباب اللي ما عندناش علاج ليها، مثلا لكن في الصبغيات ما عندناش علاج اللي نعطيو دواء للمراه تاخذوها تكون ما كاينش مشكل في الصبغيات، هذا كيبقى حلول خاصه في الحالات هذه كيكون التخصيب الخارجي مع تشخيص قبل نقل الأجنة. هذاك التشخيص ما قبل الأجنة كيقدر يوقع به اختيار أجنة اللي ما فيهمش هذاك المشكل ديال الصبغيات، فهذه حالات خاصة وعلاجها خاص. بالنسبه للسيده اللي كتعاني من اجهاد متكرر، واش كاين شي اعراض اللي يعني كيسبقوا هذاك الاجهاد قبل ما تعيش هذه التجربه ديال الاجهاد، يعني وهي في الدار مثلا او لا في العمل ديالها كتعرف شي اعراض ولا مثلا شي امور اللي كتقدر على الاقل تعتق يعني وتمشي مثلا دير استشاره طبيه ولا لا؟ دابا في الاجهاد التلقائي كيوقع الام في اسفل البطن، كيوقع نزيف يعني سيلان دم، هما اللي كيجعلوا المراه تستشر الطبيب ديالها او الطبيب ديالها. فهاد الحالات هادو ملي كنكشفوا على الحمل كنقدروا نصيبوا ان الحمل موقف، اللي يكون فيه التكرر ديال الاجهاد يكون الحمل توقف ما كيتطورش. فملي كتكرر المساله كنوضوا نقلبوا على الاسباب كما ذكرت انه الاسباب كنصيبوهم غير في 50% ديال الحالات. 50% حالات ملي كنديروا جميع الكشوفات والتحاليل كنصيبوا ما كلشي عادي ما كاين حتى شي مشكل، وكيبقى في هذه الحالات هادو يعني العلاج اللي كنعطيو ماشي شي علاج اللي نؤكد انه ضروري، ولكن كننصحوا بداك العلاجات في هذه الحالات هذه وبالراحه. وفي بعض الحالات كيقدر يوقع تطور ديال الحمل. الحالات اللي كيكون باين سبب فبطبيعه الحال العلاج ديال السبب كيؤدي النجاح العلاج والنجاح التجربه ديال الحمل يمشي. واخا دكتور بين قوسين يعني بالنسبه للمراه الحامل، واش يعني ماشي عادي على انه مثلا في الحماله ديالها خاصه ديك 3 شهور الاولى لتثبيت الحمل، ماشي عادي على انه ينزل منها مثلا دم او لا مثلا تعرف بعض الالام اللي مثلا على مستوى البطن والرحم؟ لانه كاين بعض النوبات كنسمعوا لانه واخا يعني في بدايه الحمل يعني في شهرين ولا 3 شهور الاولى كدوك لا راه ينزل مني شويه ديال الدم او لا مثلا راه عندي وجيعات مثلا وما كدير استشاره طبيه ربما حتى كيفوت الفوت. كاين حالات ديال احتمال اجهاض مناس دو فوسكوش، يعني كيكون المراه عندها الام في اسفل البطن، عندها نزيف، وملي كتمشي عند الطبيبه ديالها الطبيب ديالها ملي كيكشف عليها كيصيب عندها الغشاء ديال الحمل، وقع سميتو ان ديكولمون يعني تقلع من جوف الرحم، وهو اللي تسبب بداك السيلان ديال الدم. فالاسباب ديالو كيكون تعب، مجهودات اللي كتقوم بها المراه في اشغالها اليوميه اما في العمل ديالها خارج البيت او في عملها في داخل البيت كتؤدي لذاك المضاعفه اللي عاده مع الراحه وتناول بعض الادويه المثبته للحمل كتمر الامور بسلام. هذا كيتسمى غير احتمال
اجهاض، ما الاجهاض اللي كنتكلموا عليه حنا انه وقع اجهاض ماشي هو قبل حتى هو دابا كوقايه، يعني الوقايه خير من العلاج. فما كنبغيوش كيف قلتي، وحنا كنتكلموا اليوم على الاجهاض التلقائي المتكرر، ولكن مع ذلك كنبغيو على انه الواحد ياخذ الاحتياط ديالو قدر الامكان. في الحالات اللي وقع فيها اجهاض حيت كاين واحد السبب اللي مازال حنا ما بحثناش عليه، كتجي المراه عندها نزيف وعندها الام وكنعطيوها ادويه مثبته وراحه ولا شي، ورغم ذلك كيوقع اجهاض. فهذيك راه خصنا نديروا الكشوفات عندها باش نبحثوا على السبب اذا تكرر مرتين او اكثر. واش ممكن يعني السيده مثلا اللي دارت اجهاض يعني تلقائي متكرر جوج ثلاثه اربعه ديال المرات، واش ممكن يعني تعرف الالتصاقات فيما بعد اللي ممكن هما مثلا يوليو سبب يعني في تاخر الانجاب ولا فرص ديال الحمل؟ يقدر يوقعوا جراء الاجهاض التلقائي المتكرر إذا وقع إزالة الحمل بعملية جراحية اللي كنقولوا سف الحمل من الرجوف الرحيم الاسبيراسيون. ابتداء من أي شهر كيكون؟ كدا في الشهر الأولى. الشهر الأولى. ما قداش من بعد، لأنه من بعد كيولي الرحم كبير والحجم ديال الحمل قبل كثير. قبل مثلا في الشهر الأول مثلا وكاين إجهاض، ما كتحتاج أنه تدير. كاين المرأة اللي ملي كيوقع لها توقف الحمل كتفضل أنه تسنى يوقع الإنزال التلقائي. اختيار هذا ديال المراه بنفسها، فهمتي؟ كاين اللي ما كتبغيش تنتظر داك الانزال التلقائي، فكنقوموا حنا بعمليه جراحيه لاخراج غشاء الحمل من الرحم، لان كاين المراه ما تستحملش لك الالام والنزيف اللي يقدر يكون مع الاجهاض التلقائي. فهنا كندخل طبيا بعمليه مساعده المراه لتفادي هاد الالام وهاد النزيف اللي يقدر هي ما تستحملوش. وكاين اللي كتصبر كتفضل انه تنتظر الاجهاض تلقائيا بدون تدخل طبي. فهذا كيبقى الحريه ديال الاختيار للمراه على حسب الصبر ديالها. هذه بالنسبه لمزاوله الاجهاض التلقائي في الحمل المتوقف. الان قلنا العلاجات كتتم في الحالات اللي كيكون بالرحم كاين مشكل ديال ورم ليفي او لحيمه او جدار بيني عن طريق المنظار الرحمي، اللي كنقولوا بعمليه جراحيه بالمنظار الرحمي لازاله المشكل. كاين كذلك في حاله يكون السبب تعفنات كنعطيو مضادات حيويه اللي كتعالج داك التعفنات ضد داك الميكروب اللي كيكون من اسباب الاجهاض المتكرر. كاين كذلك في الحالات ديال ملي كتكون الغده الدرقيه فيها مشكل، كتكون المراه كتبع عند طبيب الغدد باش كيوقع عندها يعطيها ادويه اللي كيكون يعطيها توازن في الوظيفه ديال الغده الدرقيه. كاين كذلك ملي كيكون حليب الهرمون كنعطيو ادويه اللي كترجع حليب الهرمون عادي. فكل حاله على حسب الكشوفات يتم العلاج ديالها ملي كيكون معروف السبب. ملي ما كيكونش معروف السبب كنعطيو واحد ادويه يعني فاسون امبيريك، فهمتي؟ اما تنفع او ما تنفعش مع الراحه، وهذه مما كيكونش معروف السبب وكيبقى داك الساعات على اي حال كل شيء بيد الله. اذا مستمعينا اكيد مازال مواصلين دائما رفقه الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد. اليوم كنتكلموا على الاجهاض التلقائي المتكرر. بعد الفاصل غادي نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم. الى عندكم اي تساؤلات طبيه تواصلوا معنا ويجاوب عليها الدكتور مشكور جدا عزيز سلامي على 0522 88 00 61 61 62. لقنا بكم مستمعنا، مازال مستمر دائما رفقة الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج أمراض النساء والتوليد. اليوم كنتكلموا على الإجهاض التلقائي المتكرر عند الحوامل. فغادي نمشي ونستقبل مكالماتكم الهاتفية ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم الطبية نجاوب عليها إن شاء الله. معنا أول مكالمة. صباح من سلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور. مرحبا. شكرا على البرنامج وعلى المعلومات كتفيدونا بها. مرحبا. الله يخليك. انا عندي واحد ما عرفتش تساؤل مع المدفع. انا عندي وليد عنده 9 ديجا. نعم الله يخلي لك. ميرسي. حتى ل 2016 حتى ل 2017
عادي جي طومبي اون سانت. هذا كان اختيار ديالي انا، ماشي زعما ما كانش، ولكن جي فيه فوس كوش في هاد لا غروسيس لي 3 بروميي موا كلهم انا ناعسه، بقى جينيكو كيدير بزاف ديال المحاولات. واخا داكشي هذا بقى اجهاد واخا هاد المحاولات وقع اجهاد، واخا هاد المحاولات دي بيكور بدي ميديكامون بزاف د الحوايج، جاتني ايموراجي في 8 سيمين ابري كاينه بتيت ايموراجي من بعد، ولكن اللي شويه خلى عندي تخوف ما استطعتش نعاود نرجع نحمل، هي انني في البلوك جاتني ايموراجي مع انهم داروا لي لانيستيزي غير لوكال. نعم. شحال السن ديالك هلا؟ عندي 37 ans. 37 ايوا، ما تنتظرش اكثر من اللي انتظرتي باش تحاول في محاوله اخرى، انه انت دابا ما محسوبش عندك الاجهاض متكرر، لان هذه حاله واحده. لا، حاله واحده كيتسمى فوسكوش اكسيدونتي، يعني اجهاض تلقائي حدث، والميدسان براسو قال لي ما كاينش شي سبب اللي هو معروف. إيه غادي تعاود تحاول تحمل، لانه مع 37 عام تبارك الله اذا تعطلتي غادي تقدر الحدود ديال الحمل تنقص عندك. اللهم الاحسن. لا، انا اللي طرح عندي تخوف هو على ان غير خلي التخوف وتكل على الله. شكرا يا دكتور. احسن حلوة تكل على الله، لانه الا كان غير اول اجهاض وقع لك فيقدر يسهل الله في حمل اخر يكون مزيان ويتطور مزيان. بطبيعه الحال دير المتابعه الطبيه مع الطبيب ديالك، والله يسهل الامور. غير ما تبقاش متخوفه وتكلي على الله. توكلي على الله فعلا. شكرا يا دكتور. تحياتنا لك صباح، مرحبا. نواصلوا باقي المكالمات معنا. ام هبه من تيفلت. الو الو، صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. الله تبارك الله عليكم. شكرا على الدكتور. مرحبا. مرحبا، الله يسلمك. عافاك بخير. سؤال ماشي في الموضوع، ماشي مشكل، تفضلي. مؤخرا كانت واحد الحمله ديال فحص الثديو وراحت ومشيت وقلبوني الفرميات وقالوا لي بان واش ما قالوا لكش الفرميات النهار ولدتي راه شرقوا لك الوالده نتي، ودابا خايفه من هذا شرقوا لك الوالده. كيفاش شرقوا لك الوالده؟ ما الوالده كتولد منها كتجمع بوحدها، ما عندهم يشرقوا في الوالده. واش كتهضر على زعما واش خاصو ما تخلطيش من بين الفرج والمهبل والرحم اللي هو الوالده؟ لا، هما على الرحم كيهضروا ليا، قالوا لي بان راه قاسوها لك بحال هكا شرقوها لك شويه. ما انت واش كتشكي من شي حاجه؟ انا ما كنتشكي حتى حاجه. اذا ما عندك والو. وحتى التشخيص كيكون عند الطبيب. اذا كاين عندك شي مشكل كتستشري مع الطبيب ديالك وهو ديك الساعات كيقول لك واش كاين، كياكد لك واش كاين شي حاجه او كي نعم. لا ما نخافش. لا، الا عندك شي تخوف من شي حاجه خاص تدير الاستشاره الطبيه، دير الاستشاره الطبيه مع الطبيب ديالك، غادي يفحصك ويقول لك واش كاين شي مشكل او كل شيء عادي. اما الا كنتي انت ما كتحس حتى شي حاجه وكل شيء عندك عادي، انا ما كنحس حتى حاجه، فما ما تشوشيش راسك. مسألة اللي ما متأكدهاش. مرحبا. 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 شكرا دكتور، الله يعاونك. مرحبا. نواصلوا باقي المكالمات معنا. فاطمه من الداخله. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بينكم بخير، لاباس عليكم. مرحبا. نشكركم على هذا البرنامج بزاف. مرحبا. دكتور عافاك، بغيت نسولك. انا عندي مشكل ديال سميتو الحمالة، حملت ثلاثه المرات، عندي اجهاض ثلاثه المرات وحملت ثلاثه المرات بقاو لي ثلاثه البنات. ودابا المشكل دابا عندي الحماله دابا وعندي تقريبا 5 شهور ومشيت دوزت، قالت لي عندك المشيمه نازله، واش عندي؟ ومتخوفه بزاف. واش وقع عندك نزيف؟ لا ما عندي حتى حاجه الحمد لله. ما عندكش نزيف؟ المشيمه كتقدر تكون واحد الطرف منها واصل لعنق الرحم من الداخل. إذا ما وقعش نزيف مع يعني يلا في 5 شهور، مع الشهور المقبلة يقدر يبعد على عنق الرحم وما كيبقاش مشكل. الحالة اللي كيكون فيها مشكل هو ملي كيكون المشيمة كلها ولا نصفها يعني على عنق الرحم، هذيك ما يمكنلهاش تبعد على عنق الرحم مع تطور الحمل. وهذيك كيصاحبها إذا وقع شوية الوجع كيصاحبها نزيف. أنت ما عندكش نزيف، فالاحتمال الكبير هو أنه مع تطور الحمل في الشهور المقبلة هذاك الطريف ديال المشيمه اللي وصل لعنق الرحم غادي بعد على عنق الرحم ويتطور الحمل ديالك ان شاء الله بحال المرات الاخرى وتكون ولاده سليمه اذا كنتي المرات الاولى ولدتي ولاده طبيعيه. واخا نواصلوا باقي المكالمات ان شاء الله. معنا ليلى من اكادير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
كيدايرين كلشي بخير؟ الله يبارك فيك لاله، مرحبا. مرحبا، بارك الله فيك. الله يجزيك دكتور، بغيت نسولك. تفضل لاله. مرحبا. قطع عليا اسقاط الحمل، ومن بعد منها بعام قال لي حمل في يعني خارج في الجي اي يعني في القرن، من خارج الرحم. خارج الرحم ومن بعد دابا هذه عامين هذه ما حملش، ومشيت مشيت عند الدكتور ودرت راديو، قال لي بان راه واحد القرن ايدغو سانتا دي وقع في انسداد في الاخير ديالو. اييه يعني بالنسبه لي حيت سولته قلت له واش كاين شي تريتمون باش انه يتحل باش يوقع الحمل؟ أيه كاين، لا ما كاينش. كاين كاين تريتمون، ماشي تاخذ تشربي دواء، عمليه بالمنظار، كتدخل عمليه جراحيه بالمنظار الباطني. وكنحاولوا بداك اثناء داك العمليه ديال الجراحي بالمنظار الباطني نفتحوا الانسداد اللي كاين في في القناه ديال الفالوب، واذا كانت النتيجه مزيانه كيوقع يقدر يوقع حمل ويتطور. حتى سولت قلت له يعني واش ممكن انه ندير العمليه، قال لي ما نصحكش بها، يعني ما نسبه النجاح قليله بزاف. على حسب كيف قلت لك، لا ملي كنكشفوا بالمنظار الباطني كيبان لنا الحاله ديال القناه الفالوب كيف عامله، الا كانت مريضه بزاف او مريضه غير شويه، الا كان فيها غير انسداد وفتحنا داك الانسداد على حسب الحاله كتقدر ترجع نسبيا للوظيفه ديالها، وكيقدر يوقع حمل وتطور الامور طبيعيا. يعني ماشي هذا العلاج ديالها كيكون فاشل 100%. يعني كاين حالات اللي كينجح فيها، فالواحد كيحاول، نجحت له ما نجحتلوش كيبقى داك الساعات التخصيب الخارجي اللي دار فيكونداسيون ان فيترو اطفال انابيب، كيبقى هو الحل الوحيد اذا ما كاينش حل جراحي المشكل ديال قناه الفالوب. فاول شيء هو تحاولي دير العمليه ديال الجراحيه بالمنظار الباطني اللي فتح داك الانسداد، ويقدر يسر الله الامور. يقدر يسر الله الامور. معنا ام طه من سلا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، ممكن نهضر مع الدكتور؟ اييه تفضل. لا مرحبا، مباشره تفضلي. عافاك، انا حامل ولدت هذه عامين، ومع ذلك الفتحه ديالي باقي كضرني بواحد الشكل كبير بزاف، خصوصا ملي كيكون عندي الدوره الشهريه. واش ولدتي ولاده عاديه ولا ولاده بقيصريه؟ لا، وسيزاريان. قيصريه. وباش عرفتي بان الفتحه اللي كضرك؟ واش راجعتي الطبيب واستشرتيه؟ حيت بزاف ديال النساء كيكون عندهم مشكل ديال الام في الامعاء في المصارن مع انتفاخ لي غاز وشي، وكيكون عندهم الام في وكيقولوا هما داك الالم هو كيرجعوه اما للكرون او الفتحه. فمن الاحسن تراجعي الطبيب اللي ولدتي عنده، اللي قام لك بالعمليه الجراحيه، ويشوف واش داك الالم عندها علاقه بالفتحه ولا حيت عاده الفتحه ملي كتبرى ما كيبقى تعطي لا الم لا والو. تقدر ما تبراش مزيان ولكن ما تعطيش الم. عامين دابا باش ولدت السيده، يعني ما تبراش مزيان في الشهور الاوليه مع العلاج كتبرى وما كتبقاش تعطي الم سنوات. مده طويله. انا كنظن ولكن ما نقدرش نجزم، خاص فحص. خاص فحص، ترجع للطبيب ديالها ويفحصها ويشوف واش الفتحه فيها شي مشكل او ما فيهاش مشكل. واذا ما فيهاش مشكل هذه الالم تقدر تكون غير من الغازات ديال الامعاء. كاين واحد التساؤل ديال واحد المستمع، عنده 20 سنه اول حمل لها، وعندها حاله اجهاض يعني ما نزلش، مشات للمستشفى داروا لها الراديو لقاو عندها فيبروم، والجنين توقف عن النمو يعني في شهر ونص، عطاوها الدواء باش كينزل هذاك الجنين، ولكن لحد الساعه يعني ما نزلش بوحدو، وقالوا لها على اساس انه الا ما نزلش بالادويه خاصها ولا بدها ترجع باش يزولوا لها هذاك يعني الجنين اجهاض، وفي نفس الوقت يعني باش يزولوا ذاك الورم ديال الفيبروم. فهي كتسول واش عنده خطوره عليها، وهذا الفيبروم واش عنده هو سبب من الاسباب يعني تكلمنا عليها ديال الاجهاض، وكتقول كذلك لحد الان يعني ما نزلش، وعطاوها غدا اخر اجل يديروا لها الكورتاج، حيت اسبوع دابا ملي دارت الفحص ولقاتو توقف عن النمو، توقف شهر ونص دابا. الا كان هذه اسبوع باش عرفت بانه موقف، وقالت على انه علما دكتور سمحتي علما انه الفيبروم خارج الرحم يعني من جهه النبوله. إذا كان الفيبروم الورم اللي فيه خارج الرحم، ففي الغالب ما عندوش علاقة بهذا الإجهاض اللي وقع، مع ذلك كان عنده واحد الحجم كبير بزاف عاد. بالنسبة للإجهاض اللي مازال ما وقعش، يعني عرفاته بأنه توقف هذه أسبوع، ما نقدروش نجزمو بأنه في أسبوع إذا ما نزلش ما ينزلش. إذا كانت هي كتبغى تنتظر إجهاض تلقائي، هي كتكره لا آلام لا نزول دم لا والو. إيه، ولكن المدة داز أسبوع، يعني بعض الحالات كيدوز مع حتى شهر وما كيبقاش اجهاض تلقائي. فالا المراه هي بغات مازال تنتظر، يعني كاين ما كاين حتى شي حاله مستعجله، كتنتظر ديك الساعه الاجهاض التلقائي. كان ما بغاتش تنتظر
كتمشي كتجري العمليه ديال صف يعني هي صف تحصل في الحمل من الامر. الرحم، من الاسبيراسيون اوتيرين، باش كيتفرغ الرحم من داك الحمل اللي هو متوقف. ان شاء الله الله يعوضها خير. يا ربي امين. معنا نساء من اكادير. الو، السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك لاله. مرحبا دكتور، لاباس بخير؟ مرحبا لاله، الله يسلمك. بارك الله فيك. انا دابا عندي 42 سنه وما عنديش الاولاد. ايه. ودرت القياس الثنائي 4 مرات هذيك ثلاث سمانات ثم الحليه. نعم. دابا واش دابا عندي الحق مثلا ندير الانابيب ولا لا على حساب العمر؟ على حساب الخزان المبيض ديالك. العمر 42 عام، يعني بطبيعه الحال كتكون مع الحدود اقل من اللي كان السن صغر، ولكن السن ما كافيش باش نجزموا بانه كاين حظوظ او ما كاينش حظوظ. كاين على حسب عاوتاني خزان المبيض ديالك واش مازال مزيان ولا نقص. الى كل ما تقدم السن كل ما الجوده ديال البويضات كتنقص وكتؤدي لعدم الحمل او اجهاض متكرر. ف اللي ما حاولش ما يكون شيء، فما عليك غير تحاول 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 ما عليك غير تعاود تحاول. الى كان تلقيه ما عطاش نتيجه كيبقى شوف الخزان المبيض ديالك شحال حسب خزان المبيض، وتقوم بالتخصيب الخارجي يعني اطول الانابيب الى كتب لك الله ان شاء الله. نواصلوا دائما باقي المكالمات ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم الطبيه. معنا فاطمه زهره من دار بيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير الدكتور؟ بخير. الله يبارك. مرحبا، الله يسلمك. بارك فيك. مرحبا. نسولك عطاك واحد السؤال كيخصني في الموضوع بالنسبه للاخت ديالي اللي كيوقع عليها اجهاض متكرر. نعم. ودوزات في الطبيب وعطاها هذا المنظار وقال لها عندك واحد اللحيمه ولكن صغيره، ودار ليها المهم قال لي راه خرجت لي كل شيء، يعني راه ولا دابا تولدت الوالده ديالتك نقيه ما فيها والو. نعم. وعطاها ادويه باش انها تحمل، ولكن مع ذلك مسكينه وقع عليها اجهاض متكرر، يعني ما يعني نفسيا ما قدراتش وبقات دايخه ما عرفاتش واش يعني واش لانها واش الرحم ديالها صافي يعني صافي، ويعني بقات مخوفه من الحمل. وشحال السن ديالها؟ السن ديالها 29 عام، باقا صغيره. ايوا ما تضيعش الوقت، عاود تحاول عاود تحاول. دابا ملي دارت العلاج ديال المشكل اللي بان، فالحل هو ان من بعد العلاج المشكل اللي كيكون بان وقمنا بالعلاج ديالو، المرأة كتعاود تحاول تحمل وكتتبع الحمل ديالها، والطبيب كيساعدها بمثبتات الحمل وجعل الله خير. يعني ضروري هو دار لها كل شيء، يعني تحاليل الهرمونات عندها مقادين هذا الخزان المبيض، يعني كل شيء تحاليل مزيانه. الحمد لله. كتبكي ديال هذه اللحيمه يعني زولها لها، اذا ملي زول لها هذاك اللحيمه معليها دابا غير تعاود تحاول تحمل ان شاء الله. ويعني وضروري من يعني من دوك يعني بقات هي مخوفه، بقات هي ما تحيد التخوف، لان ما ينفع تحيد التخوف على الاخت ديالك من الافضل تحيد التخوف، لان ما ينفع في والو. اللي ينفع هو تحاول تعاود تحمل وتتبع الحمل ديالها والكمال على الله. واخا الله يجزيك بخير. وهذا عافاك سؤال بالنسبه لي انا وهو خارج الموضوع. تفضلي. انا دايره العمليه الصغيره الاولى الاولى دايراها هذه دابا مده عام ونص، ولكن يعني فتره ديال الحيض كتجلس يعني كتجلس فيا مده ديال 12 يوم ديال الحيض، وعاود كثيره 12 يوم هذا الشهر. 12 يوم كثيره، 12 يوم كثيره. 12 يوم جاي مراهقه وكتجيك بوفره وتكون عطاتك فقر الدم، فخصك تراجعي الطبيب ديالك او الطبيبه ديالك باش اما تغيري اللولب هذا العادي باللولب الهرموني، او تشوف طريقه اخرى، او اما تبدلي هذا اللولب هذا باللولب الهرموني. اللولب الهرموني كينقص الوفره ديال الحيض، او تستعملي طريقه اخرى من الحمل، لان هذا اذا كان اللولب العادي كيعطيك الحيض 12 يوم وكيعطيك نزيف لهذه الدرجه هذه اللي كيعطيك فقر الدم، فماشي صحيا صحي بالنسبه لي. كل سيده وشنو كيصلح لها؟ اذا هذا اللولب العادي ما موافقكش لانه كيعطيك فقر الدم، فاما تغيريه باللولب اللي هو الهرمونات، ولا تشوف طريقه اخرى من الحمل. دابا انا كنت دابا انا هو هذا المشكل ديال فقر الدم دز منه وتعالج منه الحمد لله، وفوق يعني كندير 4 شهور وكندير تحاليله كتخرجي مزيانه، ولكن دابا هاد الشهرين الاخير هاد الشهرين داك الشهر وهذا الشهر يعني هي قالت لي 12 يوم وقلات مني الدم، يعني ما بقاتش الحيض كتجيني بكثره، ولكن انا اللي كنصبر سيمانه صافي يعني مده ديال الطهر سيمانه وكتعاودني تجيني الحيض. دابا هذا هو اللي خلعني، واش نعاود نرجع للطبيب ولا نحيدو؟ بطبيعه الحال رجع للطبيب، لانه الا كان هذا اللولب ديالك هذا المشكل ديال الدم كثيره، فمعناتها انه ما موافقكش، ولا ما موافقش كترجع للطبيب ديالك باش اما كتغيريه باللولب الهرموني او كتستعملي طريقه اخرى من الحمل.
يعني انا ما نقدرش نشرب يعني ما نقدر يعني انا ارتحت في هذا اللولب يعني ارتحت فيه، ولكن دابا انا اللي خلعني كثر هو انا قلت لك دكتور يعني تهنيت من فقر الدم ما بقاش كيجيني فقر الدم، ولكن اللي لكن الدم مازال كتجيك بوفره. لا نقصت لي هاد قلت لك هاد الشهرين الاخرى يعني هاد العام الاخر حيت دابا انا عام ونص يعني هاد نص عام الاخر نقصت لي ولكن ولات بحال دابا مثلا واخا هي 12 يوم ولكن قليله ماشي كثيره بزاف، ولكن دابا يعني انا كنغسل منها مثلا في نهار 12 يعني كتجلس لي سيمانه ديال الطهر وكتعاود تجيني يعني عندي فطره يعني بحال يعني كاين عندك نزيف بين الطهر. بين الحيض والحيض اييه خاصك تراجع الطبيب ديالك ويشوف شنو هو الحل بالنسبه للمشكل ديالك. غيناسب اما تغيري اللولب اذا كان هو السبب ديال حيت اللولب توا يقدر يعطي هاد يقدر يعطي هاد النزيف بين الحيض والحيض، فاذا كان هو السبب كيغيروا لك في الحاله ديالك اللي كدم طول عندك الدم مده طويله كيغيروك باللولب الهرموني او كتستعملي طريقه اخرى من الحمل على حسب. راجع الطبيب ديالك او الطبيبه ديالك وتشوف معك الحل. واخا دكتور كاين واحد التساؤل نيت في موضوع يعني اللولب، يعني سيده كتسولك دكتور هي دايره اللولب والحمد لله الامور مزيان، غير هو كنسمع انه العيالات يعني كتجيهم العاده الشهريه اللي دايرين اللولب كتجي العاده الشهريه وكتجلس فيهم يعني في الوقت يعني في المده طويله، انا كتجيني غير مده 5 ايام وكتمشي، ولكن هاد الشهر جات غير نقطه ديال الدم ماشي كثيره ولكن ما عمرها ما دارت لي هكا. نعم الوغ الى السيده كتجي هاد الدم غير 5 ايام باللولب فهي خاصها تكون فرحانه يعني غير مره في الشهر جا هاد هاد المره جات هاد الدم غير نهار يمكن كاين شي سبب يتراجع الطبيب. يا رسول الله قالت لك ما تقول ولا الدروج اكسبت. لا ما كاين يعني علاقه بالدروج ولا الثقل يقدر يكون شي خلل هرموني اللي جعل ان الدم بحال تعطلت عليها جاتها غير نهار فكتراجع الطبيبه ديالها والطبيب ديالها باش كيفحصها ويشوف شنو السبب علاش جات هاد الدم غير نهار. هادشي الا تكرر لها يعني ما كاينش استعجال ما كاينش استعجال لانه هذه اول مره وقع لها بحال هكذا تسنى شهر اخر الا تكرر هاد المساله انه كتعطل عليها او كتجيها غير نهار ماشي عاديه كتراجع الطبيب ديالها بحيث واش كاين شي سبب. ما الا غير هاد المره يعني الشهور المقبله عاوتاني كتجيها 5 ايام فراه هي محظوظه انه عندها الدم عاديه مع اللولب يعني موافقها مزيان. واخا غادي نختموا باخر مكالمه وللاسف مابقاش لنا الوقت. نعيمه من جديده. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بغيت نهضر مع الدكتور. تفضل لاله. تفضل لاله مرحبا. انا وقع لي فوسكوش 4 المرات ومره 3 قبل ما نولد. دابا بنتي عندها عام ونص والاخر يلا في شهر 4 ودابا باغا نزيد نحمل على بنتي عندها عام ونص وخايفه نتخوف ودرت مع العلم انا درت جميع التحاليل اللي قال الدكتور ودرت كل شيء في الراديو ديال الاشعه ودرت. نعم البنيته ديالك الله يخليها لك واش ولتيها من بعد ما درتي الاجهاض المتكرر ولا ولتيها عاد درتي الاجهاض المتكرر؟ لا درت 3 مرات اجهاض عاد ولتي بنتي ودرت ثاني الاجهاض موراها. لا دابا ملي درتي 3 مرات الاجهاض ولتي بنتك يعني نقولوا المشكل ما بقاش قائم لانه وقع عندك حمل اللي مشى حتى للاخير ولتي الحمد لله عندك بنيته. دابا وقع لك عاوتاني اجهاض هذا كنسميو غير اجهاض حدث يعني ماشي بالضروره عنده علاقه بالاجهاضات الاولين اللي كانت عندك، فما عليك غير تعاود تحاول ان شاء الله تحمل ويكون خير ان شاء الله. بارك الله فيك. مرحبا انا مزيان يعني هاد المكالمه على اساس انه هاي الاجهاض المتكرر التلقائي المتكرر كيكونوا متواصلين يعني 3 4 5 اجهاضات متابعين يتبقى 3 حملات ولدت الحمد لله عاد عاود وقع لها اجهاض اخر هذا الاجهاض اللي من مورا غير حادثه عادي يعني غير حادث غير ان شاء الله يكون خير. شكرا لك بزاف دكتور عزيز السلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد على كل هذه النصائح الطبيه والمعلومات المفيده جدا اللي قدمتي لنا بخصوص موضوعنا اللي هو الاجهاض التلقائي المتكرر وفرصه مقبله باذن الله. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع لبرنامج اللامولاتي. لكم تحية وفاء فائز رفقتنا في الإخراج صابر فوندا ولمياء البكري في البرمجة الموسيقية وسميحة الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.